السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور نور مصطفى، استشاري الجراحة العامة والمناظير. النهاردة إن شاء الله هنكلم حضراتكم عن إزاي نتجنب مشاكل الشرج في شهر رمضان المبارك. لو قلنا كتير زمان على صفحتنا إن من أهم أسباب مشاكل الشرج هو وجود الإمساك. طبعا الإمساك بيظهر مع بعض العيانين في شهر رمضان بشكل واضح، يعني طبعا مع العطش في رمضان ومع قلة السوائل والنظام الغذائي بتاعنا في شهر رمضان مش نظام غذائي صحي، فالعيان بيدخل في نوبات من الامساك بيترتب عليها طبعا ظهور الاعراض على العيان، خصوصا لو العيان عنده مشكله فعليه في الشرج زي شرخ شرجي او زي بواسير شرجيه او زي ناسور شرجي. فدايما بننصح عيالنا في شهر رمضان المبارك بالاكثار من الغذاء الصحي طبعا والاهتمام به، الغالب الالياف والكلام ده، شرب السوائل بكثره اثناء فتره الافطار، والشرب ده بيكون من المغرب وحتى صلاه الفجر. طول الليل بيشرب ميه، في السوائل عموما بتكون في صوره ميه او عصاير او شوربه مثلا، فالاكثار من السوائل طول فتره الافطار. طبعا برضه ممارسه الرياضه ان امكن في الليل، خصوصا بعد الوجبه الرئيسيه عشان ننظم حركه القولون والكلام ده وتساعد على عمليه الاخراج. واتمنى لكم شهر كريم مبارك، موفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.